مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد طبعا تغطيه خاصه وخاصه جدا طبعا بالنسبه للبطوله الافريقيه للانسات الكره الطايره اللي بتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل المنظمه طبعا النادي الاهلي. اكيد في هذه اللحظات بيسعدنا يكون معانا الدكتوره هويده مندي، طبعا عضو الاتحاد المصري للكره الطايره وايضا المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي. بنرحب بيكي طبعا في البدايه وان شاء الله موفقين بالنسبه للبطوله النهارده. يمكن المؤتمر والقرعه والاجتماع الفني وامور كثيره جدا، ترتيبات النهارده بالنسبه لكم عامله ازاي بالملاعب وبالتنظيم وبالاهتمام؟ النادي الاهلي مش اول مره ينظم بطوله كبيره، لكن انطباع من خلالك كان عامل ازاي؟ والله النادي الاهلي صرح رياضي كبير جدا، معروف في كل الدنيا بقدراته وامكانياته البشريه والبنيه التحتيه، وهو اللجنه كانت مبهوره بالامكانيات وما هو موجود وما تم التفتيش عليه، وان شاء الله يعني ده هيكون ليه صدى كبير جدا. البطوله عامله اتراكشن ل 22 فريق من كل افريقيا، فدي طبعا نجاح كبير جدا جدا لتنظيم البطوله. موعدنا طبعا الاجتماع الفني، العدد النهائي هيتم تاكيده في بعقد الاجتماع الفني، لكن عايز اقول لك ان الفرق كلها بترحب وسعيده بوجود البطوله في مصر، خاصه بعد بعد النادي الاهلي فتره طويله عن التنظيم، وكان التنظيم موجود في تونس، فطبعا الناس كلها كانت مشتاقه انها تيجي لمصر والتنظيم في النادي الاهلي. لو بخص حضور الجمهور، وده اللي يمكن بيدي ايجابي جدا للبطوله، بيدي شيء مميز جدا، بتشوفي حضور الجمهور للنادي الاهلي والعدد والتنظيم المميز للتذاكر بتشوفيه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله بص، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم جدا جدا، وكان ليهم دور كبير جدا في انجاح الرياضه بصفه عامه.